اليوم الأربعاء 29/4 وهذا أخبار أقبل عنها. لا إله إلا الله. شكل المطر نزل شرق مكة بخير. الله الله. أوه أخبار. طبعا هذه الأجواء إن شاء الله مستمرة معنا إلين نقول بكرة بإذن الله. يا أجواء خير بركة. في أمطار بإذن الله على جدة الساعة 3 الآن أمطرت ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. شوف كيف الصف. الله. 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 أيوة. ما شاء الله تبارك الله. هذا السيل حق الحيرة. ما شاء الله والأجواء. حيا أبو لانا. ما شاء الله تبارك الله. القريب الله يحييه والبعيد يمرح فين؟ في بيته. البعيد يقرب والقريب يقرب. حيا الله جميل. حان وقت المخمخة. إن شاء الله مستمر بإذن الله. السلام عليكم صباحكم الله خير. اليوم الخميس البينيس 30/4 وهذا الخير ما شاء الله تبارك الله الآن على ينبع والمدينة وجدة بإذن الله خلال الدقائق القادمة ومكة بمشيئة الله تعالى يمكن خلال ساعة ولا أكثر بإذن الله تعالى. تحرصوا. هذه السحابة شوف كيف أنا كمان في سحاب لكن السحابة جاية سلمكم الله من الشمال الغربي. تحية للمداومين. كويس هذول الأهالي بدأوا يأخذون عيالهم المدارس. يلا الله يحفظهم وإياهم إن شاء الله. والاختبارات والله ترى أنا ما نداري عن شيء. شكل اختبارات مخلصة الساعة 8:30 ممكن معلش فيدوني ترى عشان انا واحد يعني اول صباح اطلع اليوم صراحة مع الاجواء الحلوة هذه كثرة ما فيها اليوم ما في نوم اليوم طلعة لما نستقبل الخير ان شاء الله على طريق المدينة ونقول يا رب يا كريم. تحيات المداومين تابوا البصمة بصموا توقيع ترى في مخالفات خصم من الراتب. اي ابوي ضيفت عليهم خلص اختباراتهم ما شاء الله عليهم كلهم بدفاتره ومذكراته ايام زمان الحمد لله. غير الشباب ذوب اصرار
احنا نتابعك في اليوتيوب عشان رواد بحرة الشعارات بالسيارة. انا نتابعك السيارة هذه احبها لا تمشينا نتابع عليك ان شاء الله ما تمشينك حسب سيارة ابو فيصل تلفت على السيارات. وهذا رش بسيط علينا في ابو مراد لسه في بداية السحابة. احنا الله يجيب الخير. الان عند حجز النورية وهذا الخير بدأ ينزل علينا ما شاء الله تبارك الله رش بسيط. ولكن لا ننسى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اذا نزل مطر كان يحسن عن ثوبه ويقول هذا حديث عهد من ربه. ما شاء الله والدنيا بدأت تبرد علينا هنا في المنطقة. ما شاء الله تبارك الله خير. طبعا أنا أدخل عين شمس يمين الآن طريق الجمهور هوا قوي كيف يلعب في الحديقة حقت الشهداء اللي ضجموا. ما شاء الله تبارك الله أجواء خرافية يا مكة. ما شاء الله تبارك الله ان شاء الله طلعت في التصوير. بس شوفوا معاي كثافة السحابة هذه شوف منخفضة شوفوا نزلت الان عجمه هذه هي. المطر الان غزير هنا المنطقة هذه شوفوا الجبل حتى الجبل مع الان الجبل ما يبان. شوف السحابات اللي تمشي كيف لا اله الا الله. المشكلة في هواء قوي والهواء القوي ما يريح السحاب يطيره. شوفوا كيف الشراع انقطع حق المظلة الله يستر. والمشكلة فيه اطفال فيه عوائل مع الاجواء هذه والله خطر والله خطر. يطيح ماسور يطيح العاب عليهم مشكلة لكن نسأل الله السلامة. والله هوا قوي قفل نازل المطر الغزير اللي اقول لكم عليه. حتى مساحه ما تلحق لا اله الا الله. الجموم الجبل المنطقه هذه كلها ما عاد هي واضحه. شوف شوف لا اله الا الله لا اله الا الله ما شاء الله تبارك الله. المطر جاي من هنا لكن من هنا اهون. شوف السيل ما شاء الله تبارك الله امطار خير وبركه وفضل من الرحمن. الجموم من قوه المطر من باين. شوف شوف ابغى اغير الان نقطتي ابغى اروح جهه مكه ابمشي مع السحابه. لا اله الا الله. الان بنتجه ان شاء الله الى طريق حميدة. المنطقة هذه على مطر مرة غزير. روح شوف اللي باللون الأصفر الآن وهذا الجموم يا زين الجموم وزين أهلها. شوف الضباب على الجبل لا اله الا الله. والمنظر ما شاء الله تبارك الله اجواء خرافيه يا مكه
الله تبارك الله تبارك الله. كيف نازل الجبال؟ أنا أصور ماسك المظلة، راحت المظلة على عشان جوال ما يعده بالمطر حط المظلة والمظلة راحت فتمصعت. كيف المنظر؟ لا إله إلا الله، الجبل مو واضح، هذه بيوت أخرى رحم الله من سكنها. السحابة غزيرة هذه الآن خلاص قربت من حدها، طبعا هي نفسها سحابة واحدة ولكن كثافة الأمطار في السحب. عموما يا البحرة يا الحدة، النزل عليكم البرد صورونا بالله، الله لا يهينكم، اللي تابعني في السناب يصور لي ويرسل لي. ما شاء الله تبارك الله، لا إله إلا الله، ما شاء الله تبارك الله. أمطار غزيرة ما شاء الله تبارك الله، والله التصوير ما ينفي حقه. شو منطق الحين بتروش أنا أساس، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. بحر بحر في كل مكان، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. انحش هذا الطريق سريع، بس والله ما ادري فين جاي وفين رايح، يكون من المطار بس ما اظن من هذا. عموما ورايح هنا، طبعا هذا الجديد الكوبري توم مخلصين منه، لسه باقي لسه باقي، يعني مكتوب ما فطوره. اتوقع انه اللي من المطار الى مكه الله اعلم، اللي عنده خبر يفيدنا. واتضحت الصوره لي بعد ما شفت اللوح، فعلا هذا هو الطريق السريع الرابط بين المطار ومكه مباشره. شوف جده ومطار الملك عبد العزيز. لا اله الا الله، هذا السر، لا اله الا الله تبارك الله. الوجه المطر، لا اله الا الله، لا اله الا الله. لا اله الا الله، شو بالسير خاش على البيوت والمزارع. لا اله الا الله، مطر غزير هنا والبرق شغال ما يوقف. لا اله الا الله، مو واضح انعدام في الرؤية. معليش يا جماعة سامحوني على السنابات وكثرتها، تحملوني. لا إله إلا الله، أمشي 40 ما بي، ترى ما أشوف يعني غير الموية اللي هو يرش الوايد، أنا برضو ما أشوف تجاوزه، ولكن لا إله Thank you.
الان انا في حد والهواء قوي يعني مطر غزير مع هواء. المنطقه اللي في اليمين كلها سيول. أجواء خيال. سنين ما شفنا أمطار زي كذا بهذه الغزارة. لا وكم ساعة؟ نبغى نرجع للسلامات عشان نعرف الوقت بالضبط. لا إله إلا الله. هذا البرميل يمشي معانا مع البلدية. طيب ايش نسوي فيه؟ نحش عنه نمشي بين السيارات. لا اله الا الله. حاطين هنا سياج ولا هذه شايلتها ولا شلاجة. الله يستر. راح نخاف يكون فيه حرق. لا والله انا كله مطير انا. انا كده راح اوقف تصوير سنابات. راح يكون الباقي ان شاء الله مطر اليوم كله باذن الله راح يكون على قناتي في اليوتيوب. لاني احس اني تعبتكم زياده. لكن والله الاجواء هذه صراحه ايش اقول لكم حماسيه. سلام. هذا طريق الشميس السليم. الان قريبة من التفتيش حق الشمس والأجواء أمطار غزيرة جدا. انعدام رؤية. المساحات على سرعة شيء. تشوفون شيء؟ ما تشوفون شيء. ها ليش أزعجهم؟ سيل يا مالقري اللي بلين. طار وزيرة جدا لم تشهدها مكة من ايش اقول سنين. انا صراحة ما عمره صادف هذا المطار بالشكل هذا صراحة في يوم واحد بالشكل هذا. ده كم ساعة؟ مو ساعة ساعتين ممكن ونطار توقف. لا لا ما شاء الله تبارك الله متواصل. والخير بإذن الله مستمر. الآن الساعة 11:50 دقيقة. ضحى. ظهر ما عاد بقى شيء. ولا قدام ولا ورا. الخط كله بالشكل هذا. لا اله الا الله. الخوف لا يكون الخط قدامي مقفل. انا اتوقع الشيء هذا. لانه في مناطق مستنقعه قدام. وصلنا نقطة تفتيش الشميسي. طريقة قديمة. شوفوا كيف الجو. شوف سواد مغرب. مع العلم شوف الساعة كم. لا إله إلا الله.
شاء الله تبارك الله. شوف من الساحل لك يا شوف واحدة ما تنفع، شوف ما تنفع للأخير. المشكلة مو هنا، المشكلة هذا الطريق مكة جدا قديم، وأنا خايف الآن تكون يعني منطقة مستنقع عند كسرة الكعبة، لأنه منطقة مسيال. والله يستر، الله يستر. نشوف إذا في تسكيرة بيحطونا العسكر أكيد من هنا ونتحول على الزايدي ولا مع الطريق الدائري الرابع. يلا الله يفرشها. أجواء والله أتعب أتكلم وأتعب أصور. هذا الدفاع المدني، الله يجزاهم الخير على هبة الاستعداد، الله يعيننا وياهم إن شاء الله. هي الاستراحة تحت الكباري استراحة. لا إله إلا الله. من الحلال انت بتخش في موية مستنقع تنحرف عليك السيارة. ترى بعض الناس تسرع ما يدري ايش السالفة، يخش في مستنقع زي كذا تنحرف السيارة عليه. نسأل الله السلامة. المكان هذا مقتلة، لكن منين نسوي العبارات اللي تحت مجال السيول زي هذه؟ مرة خدمت الناس بشكل كبير. لا أبشركم وصلت لين كسرة الكعبة، ما في الحمد لله سيل عادي، ولكن فعلا خدمت مجاري السيول اللي سواها قبل كم سنة هنا. ولا كان السيل يجي من هنا ويلتقي مع سيل الفيحة وينزلون نزول على كسرة الكعبة، الشيء اللي على الطريق يشيلونه سيارات أوادم. الحمد لله على كل حال. السلام هذا السيل جامع البحيرات ونازع الفيحة. ما شاء الله بارك الله خير مستمر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. أبشركم وصلت حارتي بعد لفة طويلة وتصوير للخير اللي نزل علينا. ما شاء الله تبارك الله.
ان شاء الله انكم ما مليتم بس من التصوير. تحيات الجميع، راح تشوفون ان شاء الله المقاطع كلها كاملة في اليوتيوب. لا اله الا الله، ما شاء الله تبارك الله. المويه لنا الرصيف. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. وهذه السحب مثل ما تشوفون منطقة الشمال الآن انقشعت السحب منها من الغرب. الآن السحب ماخذه الاتجاه الجنوب الشرقي. سبحان الله العظيم، لأول مرة 8 ساعات إلى 9 ساعات متواصلة أمطار على المنطقة الغربية مكة وجدة. طبعا لا ننسى ينبع المدينة من تقريبا الساعة 4 بعد الفجر تقريبا او قبل الفجر، والخير عليهم بداية بعدين استمر. ولكن يعني نسأل الله السلامة لأهلنا وأحبابنا في جدة، والله عوضنا ويوم خير على الشيء اللي جاء. لكن الناس ما شاء الله تبارك الله ماخذينها تمشي عندنا.